ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو جديد النهارده وريفيو، يعني ايه، عايزه اقول لكم ان هو فريد من نوعه. يعني ايه، نستعمل زيت وهندي علشان الشعر الابيض، او عاوزين نصبغ بيه شعرنا. فهو الفيديو بتاع النهارده كده. فانا اكتشفت اكتشاف رائع رائع رائع، ومنها كمان انت هتحافظي على شعرتك من الصبغه ومن الاكسجين وكل الحاجات دي. فانا جبت لكم النهارده زيت هندي اسمه فزمول، ده شكل العبوه اهي، تمام؟ فتابعوني الفيديو النهارده بقى، وتعالوا ايه اقول لكم هنعمل بيه ايه. والنهارده جايبه لكم اختراع منه كمان، هتبقي عملتي حمام زيت لشعرك. فبصوا انا جايبه لكم حاجات قد ايه، يلا خليكم معايا. ما تنسوش تعملوا فولو او سبسكرايب او تعملوا لايك لفيديو النهارده، ويلا تعالوا نشوف النهارده جايبه لكم ايه. نبدأ بسم الله في فيديو النهارده، ويا رب تكوني عملتي اللايك قبل ما نبتدي، وشويه كده فكري فيه تاني، تمام؟ بصوا بقى، انا جبت زيت اسمه سوبر فازمول، ده هندي، ودي شكل العبوه بتاعته من بره، عليه البنت الهنديه الحلوه ديت، ام شعر اسود اسود، عارفين انتوا الاسود الاسود هو ده، تمام؟ هي العبوه صغننه بس هتقعد معاكي كتير، تمام؟ شكل العبوه ايه؟ شكل العبوه بتكون بالشكل ده، اهي اهي اي، تمام؟ دي شكل العبوه. طيب احنا هنستعمل ايه وهنستعملها ازاي وايه هو مكوناته؟ اهو اهم مكون فيه ان هو فيه زيت لوز، وزيت اللوز اللي فيه بيغذي الشعرايه، وانتوا عارفين زيت اللوز قد ايه فايدته في الشعر، فهو ما فيهوش اي امونيا خالص، كمان فيه كرياتين. الناس اللي عندها تموجات في شعرهم لما تستخدمي الزيت ده كمان هيفرد الشعرايه. انا مش عايزه بس ايه، واحده واحده هقول لكم كل حاجه، تمام؟ اول حاجه لازم وانت بتستخدميه لازم تلبسي جلافز، لازم 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 لازم، لان هو بيزوخ الشعرايه فهيصبغ لك صوابع ايدك، تمام؟ وكمان تركايه بقى مهمه جدا، ماشي؟ بعد تجربه يعني، ان انت لما تيجي تاخدي الشاور برضو لابسه الجلافز، عشان وانت بتدعكي فروه راسك اللي هيطلع منها ما يجيش برضو في صوابع ايدك ويجمعها. دي اول تركتين وحبيت ان انا اقولهم في الاول خالص علشان تاخدي بالك منها كويس قوي. طب احنا هنستخدمها ازاي؟ لازم يكون عندك طبق صبغه، تمام؟ اهو، او اي بقى لو مش عندك طبق الصبغه دوت اي طبق تاني عندك، ويكون عندك مشط ضيق زي كده، تمام؟ علشان هنستعمل، انت بقى هتفضي حبه، انا بستخدم يعني تستخدمي حبه حبه، شايفين الغطا بتاعه؟ استخدمي اول حبه بتحطيهم هنا. طب هو لونه حرفيا لونه لون الصبغه اللي هو لونه ابيض، تمام؟ انا طبعا انا عشان هستخدمه دلوقتي هعك الدنيا، تمام؟ بس هو لونه ابيض شويه كده، او ابيض مسود، تمام؟ ايه ابيض مسود؟ لا لونه ابيض، تمام؟ ريحته اعشاب، عارفين زيت املة بس بتاع زمان اللي هو كان الحلو دلوقتي، هو نفس الريحة بالظبط بالظبط بالظبط. طيب واحنا عشان نستعمله هنعمل ايه؟ بناخد حبة هنا، واكنك بتصبغي شعرك، وبتفضلي بقى ان انت ايه تاخدي بقى وتعملي بيه بالشعر شمال يمين شمال يمين، تمام؟ بنستخدمه قد ايه او بنسيبه الشعر قد ايه؟ بنسيبه كل ما هتسيبيه كل ما هتاخدي نتيجة افضل، تمام؟ يعني ممكن مثلا تستخدميه اول ما تصحي من النوم، وانا خلصي اللي وراكي وتاخدي دوش مثلا، عايزه تستخدميه قبل ما تنامي وما تصحي تغسلي شعرك، حلو زي الفل الفكره دي، تمام؟ كل ما تستخدميه بس اقل فتره انت ممكن تسيبيها على شعرك من 4 لـ5 ساعات، وكل ما هتطولي المده كل ما هتاخدي نتيجه احسن. طيب الشعر الاسود اللي هو بتاع الهنود اللي هو الاسود قوي قوي اللي انت عايزه، يعني لو انت عايزه تظبطي شعرك يعني وعايزه تاخديه اللي هو الاسود القوي ده، لا بنصحك بده، حلو جدا جدا، وبتعملي كمان حمام زيت لشعرك تاخدي نتيجه من اول مره. عايزه كل ما هتعملي عشان تاخدي اللون اسود اكتر تستخدميه 3 ايام ورا بعض بنفس النتيجه، ممكن ما تغسليهوش، يعني حطيتي النهارده تاني يوم تحطي وتسيبيه، وتالت يوم تحطي، كده كده انت حاطه زيت في شعرك مش هعمله، وفي نفس الوقت مش هيزيت لك شعرك، ما تقلقيش من النقطه ديت، تمام؟ بالنسبه للشعر الابيض، هايل للشعر الابيض، هيخفيه تمام وهيقعد معاكي فتره حلوه جدا، تمام؟ هيقعد معاكي من 2 لـ3 اسابيع على حسب كمان نمو الشعر عندك اخباره ايه، فهيقعد معاكي كويس قوي، تمام؟ تعالوا بقى نقرا عنه اكتر، تمام؟ ف
فخلاص انا قلت لكم على التريكات بتاعته. هو بالمناسبه فرنج ال 150 200 جنيه، وده على حسب مكان للتاني. بس اهم حاجه، اهم حاجه يعني اتاكدي ان جايباه من مكان موثوق منه. بصوا كمان هتلاقوا هنا كده اللي هو البني ده، على فكره هو اصلي تمام، دي مكتوب عليها فتره الصلاحيه بتاعته، هقرا لكم عنه اكتر بقى. بصوا هي عباره عن صبغه زيت، زي ما انا قلت لكم صبغه عباره عن زيت تمام، مفيده جدا للشعر، وكمان بتوقف تساقط الشعر مع الاستمراريه، بتخفي الشيب نهائي، وبتعالج التهابات اللي بتكون كمان موجوده في فروه الراس، كمان بتدي ترطيب هايل حرفيا للشعرايه عشان هو زيت تمام، بس ما تقلقوش مش بيزيت الشعر تمام. خالي من البروكسيد والاكسجين وكمان الامونيا، ودي حاجه تطمنك كده من جواكي ان انت ما بتستخدميش حاجه ان انت تضري بيها شعرك تمام. زيت سوبر فازمون بيقضي على الشعر الابيض خالص، ولو شعرك فاتح وعايزه كمان تخلي لونه اسود غامق زي ما انا قلت لك زي الهنود كده بتستخدميه، هو ما فيهوش اي امونيا خالص زي ما انا قلت لك، فاطمني. كمان بيتقل الشعر، وكمان بيعالج التساقط، وبيفرد الشعر كويس جدا جدا مع بالكسرات، وكل مره هتفرديه هتلاقي ايه دوت. حاجه مهمه كمان ان هو بيدي لمعه زي القمر تمام، بيغذي الشعر لانه فيه بروتين اللوز المعالج تمام. كمان في كرياتين بيفرد الشعر مع الاستعمال، ولونه ثابت وبيلمع، يعني مش كل مره هتغسليه اللون، اللون بيروح، بس مش بيروح زي ما انت متخيله زي الصبغات الثانيه، واللي عامل بيستعمل الصبغات هيعرف اللي انا بقوله. اهم حاجه ان انت ترجي الازازه كويس جدا قبل ما هتستعمليها، وكمان تلبسي جلوفز كويس جدا، وتفضلي تنشطي بشعرك طول ما انت بتستعمليه تمام. بتقسمي شعرك خصل، وبتبتدي ان انت تعمليه واحده واحده. هند حلو قوي، كمان ممكن الرجاله تستعمله مش الستات بس على فكره، لان الاكتر كمان اكتشفت ان الرجاله بتستعمله اكتر من الستات، مش عارفه ليه، يعني انا اكتشفت الموضوع ده. لو استفدتي من الفيديو النهارده اتمنى انت تعملي لايك للفيديو، وكمان تتابعيني، ما تنسيش سبسكرايب او فولو، واشوفكم دايما على خير. وما تنسيش لو التجربه بتاعت النهارده عجبتك وحبيتي ان انت تجربيها ولقيتيها حلوه فعلا، ما تنسيش ان انت تدعي لي دعوه حلوه. اقول لكم دلوقتي مع السلامه.